سؤال بعد هذا، سيدة غارمة عليها دين لبنك ربوي ولا تستطيع سداده، ممكن نساعدها ونديها فلوس ونسدد دينها؟ في القول تفصيل، في المسألة تفصيل. لا يجوز مساعدة من استدان بالربا إذا كان مقتضى ذلك تشجيعه على استدامة الربا. كلما وقع في ضرورة جاء إلى جماعة المسلمين فأخرجوه من هذه الضرورة فتعود على هذا واستمر الربا واستدام، هذا إعانة على الإثم والعدوان. أما من زلت به القدم في موقف وتاب إلى الله عز وجل ووقع في ضرورة بسبب هذا الموقف فلا حرج في إعانته وفي إقالة عثرته لما يتضمنه هذا من إعانته على استدامة التوبة. وفرق بين إعانته على التوبة من الربا وإعانته على استدامة الربا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن نمد يدنا إلى التائب لكي نعينه على التوبة، والتوابون أحباب الله عز وجل. أما المصر على المعصية يأتينا فقط عندما يسقط في حفرة لكي نستخرجه منها ولا يزال مصرا على العيش بين الحفر، هذا آثم مجرم، يعني لا يعان على باطله حتى يتوب. نقول له تب إلى الله عز وجل وأخلص التوبة ونحن نعينك بإذن الله.